الصفحة الرابعة من جريدة الشروق الزميل سرحان الشيخاوي اللي حكى على ثلاثة سيناريوهات أمام تونس: الانتخاب، الحوار أو الشارع. السيناريو الأول اللي يقوده رئيس الجمهورية مرتبط برزنامة العمل اللي حددها منذ أشهر، وبالرغم من ارتفاع منسوب الانتقادات مؤخرا إلا أنه هذا التمشي مستمر. السيناريو الثاني اللي ينبني على ما يحدث وسيحدث في الشارع، خاصة وأنه مطالب الخروج في 14 جانفي تتالت في الأيامات الماضية، وتشمل أحزاب وتكتلات وإئتلافات وحتى جمعيات وبعض القطاعات. السيناريو الثالث المسار اللي كيف ما يعبر عليه سرحان الشيخاوي يبدو أكثر هدوءا، باعتباره أنه يقوم أساسا على تقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج للأزمة السياسية اللي تعيشها تونس منذ فترة. وهذا السياق ظهرت مبادرات عديدة تدفع في سياق إجراء حوار يعدل البوصلة. هوني يحكي على المبادرة اللي كنا نحكي عليها بكري شوية. إذا نعلقوا على الثلاثة سيناريوهات اللي حكي عليهم سرحان الشيخاوي، تونس وين تنجم تمشي في الطريق الصحيح منهم؟ لا، الأمور مهيش تو أنت تحكي كأنك يعني أوتوروت في ألمانيا عندك تروا فوا. احنا ليه احنا يعمل أوتوروت وبعد يعمل دودان؟ ما عندكش الأمور بالوضوح هذا. شوف هي المعادلة كيفاش قايمة. عندك نظام يحكم على رأسه رئيس الجمهورية اللي هو رافض، لا ما هو ما عندوش القدرة أنه يسمع أي كان. تو هو عمل يعني اللجان على المقاسو سور مزور، جاب جماعته اللي حب عليهم اللي عملوا في دار الضيافه، قبلهمش حتى شربهم كاستي، عبرهمش، ما مشاو وتكلموا. وينهم كل كانوا يدافعوا على الحوار هذاك؟ وينهم؟ نعرف منهم حتى شكون كان يعني يورور كرونيكور. وينهم هم؟ عاد نسمع منهم حد. قلت لك ما عبرهمش حتى بكستي بالكاكاوي، مشاو هكاك يعني اخذوا بهم التصاور، خدموا بهم وانتهى الامر. هذا الطرف الرئيسي في المعادله. شكون عندك اطراف المعادله الاخرين؟ بشكون يحكم الرئيس؟ يحكم بالشعب؟ سامحني، الشعب ما عندوش وجود هكا يعني ملموس الا قلت لي يهبط للشارع. الرئيس تو ماهوش يحكم لا بشرعيته الانتخابيه اللي ما عادش تعرف انا هي، باش تقعد تحكي على 2019. انا نقول لك مشاو 8.8 في انتخابات، هو دعالها، هو هندسها، هو عمل الروسات عبارة واحد عمل يعني حق لكم مش نطيب لكم عشاء، وبعد خذاء معدل 8.8. المشكلة مش في العشاء، المشكلة في اللي طيب ما يعرفش يطيب. الرئيس بشكون يحكم؟ يحكم بالقوة الصلبة، بالجيش والشرطة، كل من هو يحمل السلاح. شكون في المقابل؟ فما اتحاد الشغل، لأنه معناه ممر إجباري، باساج أوبليغاتوار، لأنه هو الوحيد اللي عنده القدرة على تعبئة الشارع. عنده وسائل وعنده تقاليد وعنده تاريخ وعنده الماكينة، لكن هذا باش يحرك لك الشارع. احنا شنو اللي نجم يأثر في يعني البلاد مسار متاعها؟ يا العامل الداخلي يا العامل الخارجي. العامل الخارجي هون نراوه على الشاشة، النجم نكبتيوه نرصدوه، يعيطوله وزير الخارجية الأمريكي يعمل له تحقيق، تقول يعني يعمل له استجواب، نشوفوه العامل الخارجي مدى تأثيره. العامل الداخلي هو كي يتحرك لك الشارع، لكن أي تحرك، مش كي يتحرك مع كل احترام الجهات، مش كي يتحرك في القصرين ولا في بنقردان ولا في سوسة، لا مش خالي. العاصمة، احنا بلاد مركزية، العاصمة كي تحركت العاصمة بن علي قد شقد. اما قبل العاصمة فما صفاق السليك التسخين. ما يطيحش نظام، يتحرك يأثر، ما قلتلكش ما يأثرش، يأثر لكن ما يطيحش النظام. مؤسسات، احنا طبيعة الحكم بتاعنا كله مركزي، ما في الجهات بار، انت بتحمت على مركز بار احرق يخرج منه. بن علي قد الشد في العاصمة وقت اللي تحرك الشارع. هل الشارع اليوم مستعد يتحرك كيما تحرك في 14 جانفي؟ خاطر الشارع ما تحركش في 17 ديسمبر، راهو نهار 14 جانفي، راهو هو يوم ثوري. هو يوم ثوري بامتياز، يوم ثوري. فما كلام قاعد يتقال في الكواليس،
باش نقولوا الاول معناتها نقولوه ممكن ما يقولوهوش فيما يتعلق باليوم العلاقه بين السلطه وبين اتحاد الشغل وكثره القضايا او قضايا مرفوعه وكانت موجوده في المحاكم تعاودت تحيرت ويقال في الكواليس انه هنالك عديد القضايا وهذه تهديدات نشوفوها في صفحات معنا على الفيسبوك وسبونسوريزي وكل مره يخرج تخرج من بلاد لقيادات الاتحاد العام توصل للشغل فما تهيئة الرأي العام أنه إذا صارت إيقافات في قيادات نقابية يبدأ فما مقبولية له فما جزء من الرأي العام يمكن عنده أسبابه يقول لك الاتحاد هذا هو سبب خراب البلاد ويستنى وانت تراك يبداو يعدي لك يعني عودوها في كل رسله نتاع كراها بكل كهومه هاملوا منال عامل المساعدين والامتيازات اي فما جزء من الراي العام هذا رايه وفما في ممارسات النقابيين ما يعطي معناها راس الفتله يعطيهم المبرر باش يتقال الكلام هذا فما منا ومن تو اللي قاعد صاير الكلام هذا قاعد مش عفو الكلام قاعد يروج اللي والله هو عنده ملفات فساد واحد اني مثلت الاثنين اللي فاتت في قضيه فساد فيها عامين حبس في 96 بربي اللي ما خلطش عليها ذكرنا شنو اللي فيها بالضبط القضيه اني اللي شاكي بيا عماد الدايمي اللي عمل يعني باتين ده جمعيه سماها مرصد رقابه ولا هو عنده يعني سلطه تنفيذيه السيد في فرنسا من بايجي يعني حتى كشكابيه مش هو شكا عاطي تفويض من با سمعوه وهو في فرنسا ذكرنا السيد هذا كان مدير ديوان رئاسي راه وكان امين عام حزب انا عندي عركه مع التوجه هذاك اللي يستقبل الارهابيين في المطار وفي قصر قرطاج ما نجمش عمل روحي ما ريتوش السيد متخصص في محمد مغلب ما عنده كان مطالب النفاذ للمعلومه فياني والادارات والوزارات تستجيب له دون احترام لمبدا حمايه المعطيات الشخصي ياخذ المعطيات ويهبط عنواني ونمرو صباطي ولا هو لانه شكابيه سي يعني حكم عليا اني فاست على الشكابيه شكابياني بوزيره الوظيفه العموميه اما النيابه احالتني كناني اللي هي شنو القضيه ذكروا القضيه اني تمتعت بعطله لبعث مؤسسه اللي هو قانون الوظيفه العموميه عنده 40 سنه في الاذاعه الوطنيه هي عملت عطله لبعث مؤسسه وجددت عام ثاني حسب جاري به العمل معناها يا اخي حاتم بن عماره مش خرج كيك وباي الزردي مش خدمة الكيك في الحوار وحسان بلوى وغير وغير توا هذوما المعروفين اما انت تنجم معناها تخدم في معمل يعني متاع السداري تخرج تعمل عطله لبعث مؤسسه انا حكيت على اللي باينين يخدموا في الاعلام شكي بيهم حد فما برشا واني في تجديد العام الثاني رفضوا يجددوا لي الا ما طعنت في القرار لاني بعثت مراسلات للاذاعه وخباوها نكاله فيا يعني لا الإذاعة الرقابة متاحة لجنة مش جاية عليا لا رئاسة الحكومة اللي اللجنة فما عشرة من الناس تقول يعني مش نعمل مفاعل نووي هذا من الكل ما فقوش اللي أني خذيت يعني العطلة هذه قال لك لا أني أنت خذيتها وعملت مؤسسة للإنتاج السمعي البصري هو يكذب فماش تفسير آخر لأني عملت أنا مؤسسة تقديم استشارة في مجال الاتصال إي هو توا هذا عنده حتى معنى تلقى روحك في المحكمة قاعد مع المتحيل ومع القلاب ومع الإرهابي وتتأجل القضية بطلب من النيابة الاطلاع على الملف. يا اخي ما مالك كيفاش ما حلوش الملف؟ تو شنو تحبني نسب النيابة؟ نهار 23 مش تنفعني أنت. لا أما أنا ما نجم كان نتظاهر معاك. قررت أنه واني بركي نقول كلمة، لا نحب نقول كلمة في هذايا لأنه صحيح فما ناس اللي يسرق واللي يتحيل والإرهابي، أما فما ناس شرفاء اليوم من أجل قضايا عادلة اللي من أجل قضايا الحريات ومن أجل هذا الوطن اللي وقفوا قدام ولا هو ما يعطيكش يعني شرف ان قضيه حريات وما يساندك حد لا يقول لكم مش لانه صحافي هو لا هاو دوسي هذا يتعلق يعني بالاداره شو تنجم تعمل؟ هم تكتفي بك المسانده الفيسبوكيه كل عبارات التضامن والمسانده اللي بعد ما تتصرفش في الواقع ما تتصرفش كي تلقى روحك واقف ساعتين وثلاثه تبدا قايم من الخمسة متاع الصباح وطابط الحمامات وتطلع للمحكمة وتقعد غادي معناها تستنى الفين تتعدى معناها الموقوفين والاعتراضات وبعد تستنى قسما بالله عيطت لي رئيسة الدائرة مرتين واني قاعد بقيت في الاخر يعني اخيرا لانه البنك على اللي صار مكسر يحبوا يعملوا القضاء العادل بنك مكسر مرتين تعيط لي ما قيتش قدرة نقول لها حاضر ما نجمتش نتكلم الفين هي قالت المتهم غايب
مرتين تعيط لي ما نجمش تتكلم. شو تحبني نقول لك؟ وبعد تحكي انا قضاء، انا هو القضاء. ظروف السنة. اللي قاعد صاير توا هو قضاء على اخر نفس في القضاء. نواصل بعد الفاصل باش نمشيو مع محمد بوغلاب اللي باش نتعداو للروبريك ونتعداو للكرونيك اليومية ما يفلت شيء نوفي ولا الجنرال تحت عنوان بعد الفاصل.